back to my bookish world. الفيديو غادي يكون مارتش تي بي ار او الكتب اللي بغيت نقرا في شهر مارس، او على الاقل لائحه ديال الكتب اللي نقدر اللي بغيت نختار منهم الكتب اللي غادي نقرا في هذا الشهر ان شاء الله. اول كتاب هو The Locked Door ديال فريدا مكفادن. ما عرفتش واش قلتها ديجا في القناه، هذه الكتيبه هي الكتيبه المفضله عندي، وتقريبا قريت كاع الكتب الجداد ديالها، ودابا بديت في الكتب القدام، واول واحد غادي يكون هو The Locked Door. القصه ديال هذا صراحه very very interesting. كيهضر على واحد البنت اللي كانت بنت السيريال كيلر اللي كان كيقتل العيالات في الدار، وهي كاينه في الدار. هذه البنت غادي تكبر وغادي تولي طبيبه، ومن بعد غادي يبداو عاوتاني جرائم ديال اختفاء ديال 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 عيالات اخرين، وكيتقتلوا تقريبا بنفس الطريقه اللي كان كيقتل بها باها. فبداو الاتهامات كيتوجهوا ليها على اساس انها زعما غادا تاخذ المسيره ديال باها. وهذا كيف ما قلت very interesting very intriguing، وكنظن هو الكتاب الاول اللي غادي نبدا به هذا الشهر، لان القصه صراحه واعره. الكتاب الثاني غادي يكون Project Hail Mary ديال اندي وير. هذا الكتاب ساي فاي، وكيهضر على واحد الاسترونوت او رائد فضاء اللي غادي يمشي في مهمه اللي هي last chance mission للسبيس باش يقدر ينقذ الكوكب. ولكن فاش غادي يوصل تمايا غادي يفقد الذاكره ديالو، وما غاديش يعقل على راسو ولا شنو كيدير تما ولا علاش هو اصلا تمايا. لحسن الحظ غادي تبدا ترجع ليه الذاكره، ولكن ما عندوش الوقت، يعني الوقت اللي خاصو ينجز فيه المهمه قصير بزاف، فخاصو يتفكر كلشي وينجز المهمه باش يقدر زعما ينقذ الكوكب. كيف ما قلت قصه زوينه بزاف، متحمسه لها الكتاب. حتى هو كاين في 24 كتاب اللي بغيت نقرا في 2024، كنت ديجا درت فيديو على هاد لا ليست، ومتحمسه ليه بزاف. ساي فاي ماشي هي النوعيه اللي موالفه. كنقرا تقريبا يلا هاد العام قريت يمكن جوج كتبه وعجبوني بزاف هاد النوعيه، فمتحمسه لهاد الكتاب بزاف. والقصه كتبان يعني يكون فيها بزاف ديال ساسبنس، وكنظن تكون زوينه، خصوصا ان الاراء او الريفيوز اللي شفت على هذا الكتاب اغلبيه ديالهم بوزيتيف، والاغلبيه يعني كيعطي لهذا الكتاب بالضبط يعني ريتينغ اللي طالع بزاف. من بعد من الكتب ايضا اللي بغيت نقرا في هذا الشهر هو King of Scars ديال لي باردوغو. هذه السلسله الثالثه والاخرى الجريشا فيرس، يعني من بعد شادو اند بون اند ذا سكس اوف كروز ديولوجي. هذه على كينغ نيكولاي. الى قريتوا الكتب خصوصا السلسله ديال شادو اند بون او لا شفتوا المسلسل غادي تعرفوا شكون هو كينغ نيكولاي. في الاخر ديال شادو اند بون كنوقعت معاه واحد الحاجه، ما نقدرش نقول باش ما نحرقش الاحداث، فغادي نتبعوا كيفاش غادي تخلص من داك المشكل اللي وقع ليه، وفي نفس الوقت لانه عاد ولا ملك وغادي يبدا الريبيلدينغ ديال رافكا اللي الدوله اللي ساكنين فيها. وهذا كنظن انه يكون كتاب زوين، حتى هو سمعت ليه اراء اللي زوينه بزاف، والكتاب الكتبه ديال لي باردوغو صراحه كيعجبوني بزاف. كنت كيف قلت لكم قريت شادو اند بون وقريت سكس اوف كروز اللي الكتبه بجوج في هذه السلسله ديال سكس اوف كروز، كانوا من احسن الكتب اللي قريت في 2023. وباي واي اي هايلي ريكومند، يعني الى عندك هذه السلسله في تي بي ار ليست ديالك غير زعما كتبه اللي واعرين بزاف. وكيف ما قلت متحمسه بزاف بزاف لهاد السيري، واخا فيها يمكن اكثر من 500 صفحه، ولكن كنظن انه يكون مزيان ويستاهل الهايب اللي عنده. ايضا في هذا الشهر باغا نكمل هذا الكتاب هذا اللي هو كانت هيرت مي. هذا نون فيكشن اللي كيهضر على ديفيد كوغينز اللي هو الكاتب، كيهضر على قصه الحياه ديالو الطفوله ديالو ولا شي حديث لي عاش. وهذا يلا كنت بديتو كيف ما كتشوفوا، يعني بديت كان انوتي فيه كل شيء، ولكن انا ما كنتش عارفه الكتاب بالضبط علاش، كنت وقعت انه غادي يكون نون فيكشن عادي سيلف هيلب بوك. فكيعجبني نقرا هاد النوع ديال الكتب في الصباح ملي يكون يلا فايقه، وهذا كنبغي نبدا نهاري بشي حاجه بحال هكا. ولكن الكتاب حزين بزاف، دراماتيك بزاف، لانه هاد السيده دا عاش واحد الطفوله اللي خيبه 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 بزاف. فبغيت نكمل، ولكن بغيت نعطيه وقته، يعني نجلس يعني نعطيه واحد الفتره هذه نقرا غير هويا بلا ما نكون كنقرا مع شي كتاب اخر. حتى هو فيه يعني الريفيوز اللي شفت عليه طالعين بزاف، واصلا داكشي اللي كنحمسني باش نقراه.
يا حتى هذا نزيدو في الليست ديال شهر مارس ان شاء الله. ومن بعد ايضا بغيت نقرا كتاب اخر اللي حتى هو كاين في لا ليست ديال 24 كتاب اللي بغيت نقرا في 2024 اللي هو Ruthless Vows واللي هو الكتاب الثاني من بعد كتاب ديال Divine Rivals ديال ريبيكا روس. هادي YA Romance Fantasy كنت قريته العام الفايت وكان عجبني بزاف. نورمالمون ما كيعجبونيش الرومانس فانتسيز، كنفضل ان الفانتسي تكون فانتسي فقط ولا فيها شويه ديال الرومانس يكون قليل بزاف. هذا كان العكس، هذا كان رومانس اكثر من الفانتسي، ولكن اللي عجبني فيه هو كانت واحد لا بالانس ما بين يعني الرومانس اليمنت اند فانتسي اليمنت، داكشي يمكن علاش عجبني اكثر من الرومانس فانتسي الاخرين اللي قريت. الصراحه ما كنتش متحمسه بزاف للكتاب الاولاني، لانه بالنسبه لي القصه اولا الرومانس ديال هاد الجوج ساليت في هاد الكتاب، ما عرفتش يعني شنو ممكن يتزاد اكثر في الكتاب الاخر. ولكن مؤخرا شفت بزاف ديال الناس قراو Ruthless Vows وبزاف يعني عطاو اراء ايجابيه بزاف، فتحمس انا نقراه هذا الشهر خصوصا لانه YA وكم تعرفوا احنا دابا داخلين على رمضان فراكم عارفين. وايضا في لا ليست ديال 24 كتاب اللي بغيت نقرا في 2024 كاين كتاب اخر اللي سميتو The Heiress. هالكتاب كيتعتبر ميستري على ثريلر يمكن، والقصة على واحد سيدة اسمها روبي اللي ماتت وخلات واحد الثروة اللي كبيرة بزاف، وخلات وليد واحد اللي هو ادوبتد ماشي ولدها من صوبها ولكن كيتعتبر ولدها، وهو نورمالمون الوريث الوحيد للثروة ديالها، ولكن ولدها اللي سميتو يمكن كامدن غادي يرفض كاع ديك الثروة. ومن بعد سنوات يمكن شي 10 سنين ولا 14 عام غادي من بعد الرحيل ديال كامدن لمدينة اخرى واحد من خواله غادي يموت، فغادي يضطر انه يرجع لنفس المدينة، ولكن غادي يرجع للمرأة مع مراته، وتما مراته ملي غادي تدخل ديك الدار وغادي تبدا تبحث في الاسرار ديال هاد روبي وهاد العائلة، وغتكتشف بزاف ديال الحوايج، خصوصا مثلا ان روبي كانت مزوجة 4 مرات والربعة ديال الازواج ديالها كاملين ماتوا في ظروف غامضة جدا، وكان بزاف يعني ديال الحوايج وديال الاسرار على هاد المرأة هادي. فمراته بحال يعني عجبها الوضع وغادي تبدا تحاول تقنعو انه يسترجع الورد ديالو باش يقدروا انهم يستقروا تما. سو مرة أخرى very interesting كيعجبوني يعني القصص اللي فيهم الورد، ديجا قلتها من قبل، أي حاجة فيها يعني أي حاجة على الانهيرتنس وعلى شي وصية ولا شي حاجة، ديك الدراما اللي كتجي معاها كيعجبني بزاف هاد النوع ديال القصص، داكشي علاش متحمسة بزاف ل The Heiress. وتقريبا يعني هادو هما الكتب اللي صراحه بغيت نقرا في هاد الشهر. مازال عندي جوج اللي كنت بديتهم الشهر اللي فات اللي هما House of Gucci و Bright Young Woman. هالكتوبة اللي عجبوني بزاف ولكن للأسف دخلوني في جوج ديال ريدن سلام الشهر اللي فات، داكشي علاش وقفت القراية ديالهم، ولكن مازال مهتمة يعني بالقصص ديالهم، مازال باغا نكمل، خصوصا Bright Young Woman يعني كنت قريت فيه 60% يعني وباقي يمكن قل من 100 صفحة، فأكيد هداك خاصني نكملو. و ديال House of Gucci مازال I'm very interested in the story، وأصلا السبب علاش اصلا خديت هذا الكتاب وبغيت نقرا هذا الكتاب اللي هو القصه ديال اغتيال ديال موريتسيو غوتشي، اصلا مازال ما وصلناش ليه في يعني حيت يلا كنت قريت شي 40%، فضروري ضروري ضروري غادي نحاول نرجع لهم ونقراهم، خصوصا دابا في رمضان تكون شويه الوقت بالنهار، فممكن يعني نحاول نكملهم حتى هما في هذا الشهر ان شاء الله. باختصار كانوا هادو هما الكتب اللي باغا نقراهم في شهر مارس او لا ماي مارش تي بي ار. الا انت نتوما يعني واش كتب اللي غادي تقراو او عندكم راي في اي كتاب تكلمت عليه هنايا في الفيديو، يا ريتكم تشاركوني الراي ديالكم، الا عندكم افكار تحديات او افكار او اقتراحات لكتب معينه باغين تقترحوهم لي نقراهم، ياريت ايضا تدخلوا لي في التعاليق. وطبعا نشكركم على المشاهده، وما تنساوش انكم تدخلوا لايك للفيديو وشاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ديالنا ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.